تحية لكل اللي عم بيتابعونا على موقع فوشيا. اليوم رح أعلمكن أخطاء الميك اب. أول خطوة لازم نعرفها هي النظرة. نحن عم نعمل ميك اب بس نكون عم نطلع على المراية. أول شغلة لازم نطلع نزول كرمال ما تتعج معنا الجلدة. تاني خطوة هي البرايمر أو الكونسيلر. إذا ما كان عنا برايمر اللي بيثبت الآي شادو فوق العين، فينا أكيد نستخدم الكونسيلر. رح نشوف على كل عين الطريقة كيف نستخدمه. رح بلش على أول عين بالكونسيلر، وأهم شيء طريقة الدمج تما يجمع الآي شادو فوق عيني. وعلى تاني عين رح استعمل المثبت تبع الآي شادو البرايمر، كمان نفس الطريقة. مهم نكون عم ندمج كتير منيح فوق العين. تالت خطوة هي الباودر. ورح بلش خبركن على اول خطأ منكون عم نعمله بالميك اب. اول شغلة لازم نعرفها عطول لازم نكسر الكريز، يعني العظمة الثابتة بين الجفن المتحرك والعظمة الثابتة، نكسر عطول بلون البني الفاتح مثل هيدا اللون. رح فرجيكن شو هو، او فينا ايام بالاورنج او بالبينك. اليوم انا رح اختار لون البني الفاتح، واذا ما كان متوفر عندي في استخدم البلاش، لكن رح بلش على اول عين. انا هالعين رح اعملها صح، رح بلش باول عين بالبني الفاتح، لكن مثل ما عم نشوف عم بكسر الكريز. واستخدمت فرشاية. رح نشتغل على العين الثانية الطريقة الخطأ اللي ممكن تكونوا عم ترتكبوا. إذا استعملنا مش الفرشاية، استعملنا الإبونج وأخذنا من اللون هو ذاته وبلشنا نشتغل بهالطريقة، تنعمل الكريز منلاحظ إنه ما رح يطلع ناتورال ورح يطلع اللون كتير قوي، مش مثل كأنه عم نشتغل بالفرشاية، وما رح يندمج معنا مزبوط. فأفضل طريقة إنه نكون عم نستخدم فرشاية فوق العين تنعمل الكريز. رح غمق شوي كمان بنفس الفرشاية اللي اشتغلت فيها الكريز بلون بني أغمق. رح تشوفوا معي هيدا اللون. رح نعمل نفس الطريقة بالسفنجة على تاني عين، ورح ناخد من نفس اللون، وهون رح نكون مكترنا ما أخذنا كمية قليلة، لكن رح نشوف بس نكون عم نحط كمية كبيرة ما رح نقدر ندمج مزبوط، ورح يبينه بلوك واحد فوق العين. رح نكمل ونحط اللون بلمع على المنطقة اللي تركناها بلا اي شادو، واكيد بفضل انصحكن انه تستخدموا باصبعكن، هيك ساعتها بتبين اللمعة اوضح. هيدا العين اللي عمينا نحنا غلط، رح نشوف انه ابدا مش محد ابدا مش ظابط معنا. الالوان كتير تاركه زياح، الالوان منا مدموجه ببعضها مثل هيدي العين اللي اشتغلناها بالفرشايه. رح ننتقل تنرسم
استومباج تحت العين بنفس اللون اللي اشتغلنا فيه على الكريز. نرجع بناخد اللون الفاتح ورسم الحواجب كمان بشكل أمر كتير مهم. اختيار اللون والطريقة اللي أنا عم برسم فيها حواجبي هي بتساعدني تأبرز جمال عيني وجمال الميك اب اللي اشتغلته. اخترت لون بني فاتح بني مشقر وراح بلش من طرف الحاجب عبي بدون ما اعمل رسمة بلوك ومحددة كتير من الاول. هالطريقة الصحيحة تنقدر نرسم حواجبنا بطريقة كتير ناتورال بدون ما نكون عاملين بلوك ولون الحاجب غامق. وتنعطي جمال فينا اكيد نرجع نحدد بالكونسيلر، هيك بنكون عم نضوي العظمة اللي هي دغري تحت الحاجب. لكن مثل ما عم تشوفوا اشتغلنا علمنا الحواجب، حطينا اللون، فتحنا عظمة الحاجب، وهون كنا عاملين كتير اخطاء. رح فرجيكم كمان اذا زدنا بالاخطاء ورسمنا حواجبنا بلون غامق كيف رح يكون اللوك. هالغلطة كلنا تقريبا بنرتكبها، انه بعدنا بنرسم حواجبنا بطريقة البلوك ننسى انه نحنا لازم نكون بلوك كتير طبيعي وناتورال. فبعتقد الخطأ كتير مبين واضح. رح ننتقل ورح حط ايلاينر كتير زحرة فيها، ما رح سميك لانه انا رسمة بالأومبر شكل عيني وما بدي يكون عم بطلع بس لوك ايلاينر، فبس بدي حدد فوق رموشة
والرمش له أهمية كتير كبيرة تبين لي جمال الميك أب. أكيد بدنا نتأكد من قياسه على شكل عيننا تما يطلع كبير. إذا بدك وهولي كانوا أخطاء الميك أب. إن شاء الله تكونوا استفدتوا، وانطرونا دايما على موقع فوشيا.